لا يخفى على أحد أهمية وجبة الإفطار خاصة بالنسبة للأطفال والبالغين، لكن خبراء التغذية يرون أن إضافات صحية وغذائية معينة إلى وجبة الإفطار تسهم بشكل كبير في زيادة مناعة الجسم ونموه وأيضا الحصول على الطاقة المساعدة له. ويشدد خبراء التغذية على أهمية البروتينات الطبيعية للجسم خاصة النباتية، لأنها أكثر رأفة بجسد الإنسان من البروتينات الحيوانية، وهي تحتوي على الكثير من الأملاح المعدنية الضرورية مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم والأحماض الأمينية المفيدة لصحة القلب والعضلات والبشرة. ويبدو أن البذور تتربع على قائمة البروتينات النباتية الأكثر فائدة للإنسان لكونها غنية بأحماض أوميجا 3 وأيضا بالألياف والبروتينات المفيدة لمرضى السكري. وتنضم إلينا من دبي خبيرة التغذية لما النائلي. صباح الخير لما. بداية دعينا نتحدث عن أهمية وفائدة البروتين النباتي والبروتين الحيواني أيضا. صباح الخير داليا. طبعا البروتينات النباتية والبروتينات الحيوانية هي كتير ضرورية لبناء أنسجة الجسم وتجديد أكيد الخلايا وبناء بروتينات الدم. يعني نحن بحاجة يوميا لنتناول بكل وجبة أساسية ربع الطبق لازم يكون من البروتينات، ويفضل تكون البروتينات هي بروتينات كاملة. هلأ البروتينات الكاملة تتصف البروتينات الحيوانية أنها بروتينات كاملة، مشان هيك نحن دائما بنقول اذا بدنا ناخذ البروتينات النباتيه عوض عن البروتين الحيواني لازم ناخده، ونكون نحن عم نعمل ميكس بين انواع مختلفه من البقول والحبوب حتى تصير كامله البروتينات النباتيه مثل البروتينات الحيوانيه. طب لما اين يمكن ان نجد البروتينات النباتيه المفيده لصحه الانسان؟ في اي مواد غذائيه تحديدا؟ داليا طبعا بالحبوب الكاملة، بالبذور، بالبقول وبالمكسرات أيضا. هلأ عام 2014 هيك اتسم أنه هو عام البذور بامتياز، يعني نحن صرنا نشدد أنه كل الأشخاص بيعرفوا أنه البقول والحبوب والمكسرات غنية جدا بالبروتينات النباتية، لكن الجديد على الساحة أنه البذور هي صارت كتير تذاع صيتا أنه هي كتير غنية بالبروتينات النباتية المفيدة والصحية. طبعا أنا بقول هذا الشيء أكيد صحيح، وخصوصي بذور الشيا وبذور أكيد الكتان وبذور اليقطين كتير غنية بالبروتينات. لكن اللي حابة أقوله دائما نحنا داليا لازم نعمل ميكس بين البروتين النباتي مختلف أنواعه، يعني مثلا نعمل ممكن إذا عملنا فول مدمس نحط معه حمص حب، إذا عملنا مثلا فاصوليا نطبخ جنبها رز، إذا عملنا مجدرة رز أو مجدرة برغل هي كتير مفيدة وكتير صحية، لأنه نحن هم مزجنا أنواع متعددة من البروتينات النباتية. هي مفيدة لما ولكن قد تؤدي إلى السمنة. هي طبعا البروتينات النباتية هي بتكون أفضل من البروتينات الحيوانية لأنه بتكون دائما مرافقة للألياف، أما البروتينات الحيوانية بتكون مرافقة دوما للدهون مثل اللحمة والدجاج والسمك. لكن من نقول نحن البروتينات هي بشكل عام تعطي إحساس بالشبع لفترة زمنية طويلة، وبترفع معدل الميتابوليزم اللي هو الحرق والاستقلاب بالجسم. مشان هيك أنا بقول البروتينات نظام الغذائي المتوازن الغني بالبروتينات هو نظام صحي بيساعد على الشبع وبيخلينا نحن يحرق جسمنا أكثر وأكثر. لكن بدنا ننتبه أكيد أنه نحن ما نبالغ بتناولنا، وأنا حابة أقول أنه كل جرام من البروتينات النباتية في 4 سعرات حرارية، وكل جرام من البروتينات الحيوانية كمان 4 جرامات من السعرات الحرارية، يعني متساوي السعرات الحرارية. طب لما لماذا يتم التركيز على تناول البروتينات وتحديدا البروتينات النباتية في وجبة الإفطار؟ تماما. هلا بالفطور كتير مهم نحن نعمل ممكن نضيف بروتينات حيوانية أو نباتية، لكن نحن اليوم عم نركز على البروتينات النباتية مثل الشوفان، مثل رقائق الحبوب المدعمة أكيد، مثل عنا كمان ممكن نعمل مثلا زبدة الفول السوداني نستخدمها للأطفال واللي عندهم مجهود عقلي أكيد، الموظفين وطلاب المدارس.
كتير بتساعد على التركيز، بتساعد على أكيد الذاكرة، أكيد بتبعد الألزايمر. وآخر الدراسات العلمية أثبتت الأشخاص أكيد اللي بتناول وجبة الإفطار هن أكثر تحصيل علمي وأكثر ذاكرة. لكن اللي حابة أقوله، نحنا في كتير أساليب جديدة حتى نحنا نضيف البروتينات النباتية لأكلنا، مثل مثلا هلأ كتير داليا إذا عم تسمعي عن الوايلد رايز أو الرز اللي لونه أسود غامق أو الرز اللي لونه بنفسجي. طب لما أود عم تسمعي عنه أكيد نسمع، ولكن ربما ليس كثيرا، يعني ليس منتشر كثيرا. هو كتير صحي داليا، فضل أنه كل المشاهدين يبلشوا يدخلوا لأكلهم، لأنه غني بالبروتينات، غني بالأنتي سايانين اللي هو أكيد مضاد الأكسدة اللي لونه بنفسجي، كتير غني بالبروتينات المفيدة. وأكيد كمان أنا بشدد أنه نتناول الكينوا على شكل سلطة أو مثل الرز نطبخها، كتير غنية بالبروتينات المفيدة لجسم الإنسان واللي ما بترافقها دهون. باختصار لو سمحتي، من يعني يعتمد في غذائه على البروتينات النباتية ويستغنى كليا عن البروتينات الحيوانية، هل ما يحصل عليه من البروتينات النباتية يكفي له؟ هل يمكن أن يعيش بدون أي بروتينات حيوانية؟ هلا مشكلة البروتينات النباتية مثل ما ذكرت لك داليا انه هي بحاجة لكتير شخص يكون واعي هو عم يتناولها، يعني دائما لازم تكون ميكس جامعين البقول مع الحبوب. يعني اذا الشخص بده يعتمد 100% ياخذ احتياجه من البروتينات من المصادر النباتية، لازم دائما يجمع ما يستغني عن الحبوب مع البقول. يعني دائما نحن نجمع بين الرز مثلا والفاصولية، الرز والعدس، ما نتناول نوع واحد بس من البقول أو الحبوب خلال الوجبة، لأنه بصير البروتين مانو كامل، جسمنا ما بيمتصه 100%، ما بيكون نحن عم ناخد كل احتياجاتنا. بكل تأكيد. إذن كانت معنا من دبي خبيرة التغذية الدكتورة لمى النائلي، شكرا جزيلا لك.